دكتور عبد الله ابو معروف، ماذا يعني لك يوم الارض وانت عضو كنيسة جديد؟ يوم الارض يعني الاستمرار بالتمسك وبالعيش في وطننا الغالي، وطن الاباء والاجداد. والان بحكم تغيير موقع العمل السياسي من العمل الجماهيري الى الكنيسة، سنعمل باكثر عنفوان واكثر قوه على استرجاع ما صدر وايقاف جميع المصادر الاراضي. الكثير من اراضي يركا خاصه بلدك صودرت، هل هناك خطه خاصه للتواصل مع هذه الارض؟ لا شك، اليوم مثلا جئت لهنا بعد ان كنت في ارض الخربه، ارض دار غبيش، دار غبيش من يركا التي تعمل السلطات على انتزاعها منهم بالعنفة وظلما. في عندهم كوشان طابو تركي من قبل 400 سنة، ونحن نعمل بكل الأساليب أن هذه الأرض لا تصبح مشروعين، كما نعمل على استرجاع باقي الأراضي التي صدرت 50,000 دولار من يركا، وتكون جميعها تحت سلطة مجلس يركا المحلي. يعني أنتم كبلد تاريخية منذ 1000 سنة متواجدون هناك، هل يعني يحق للدولة أن ترث مكانكم مثل هذه الأرض؟ هل لكم أقرباء باسم أملاك الدولة؟ لا يوجد لا حق شرعي، لا حق قانوني، لا حق تاريخي. لا يمكن هذا، هذا التعامل غير صحيح بكل المواثيق الدولية والإنسانية، غير صحيح. لكن القوانين التي سنت، قوانين المصادرة التعسفية صدرت، وسنة القوانين لهدف المصادرة، وهذه القوانين أكل عليها الدار والشرب. عجلا أم أجلا الحقيقة تبع حقيقة الأرض لأصحابها الشرعيين. هل ستعلو مثل هذا الأمر على منصة الكنيسة؟ لا شك، القضية الأساسية الجوهرية قضية الأرض والمسكن، قضية الأراضي، قضية وجودنا هي قضية أساسية لا يمكن أن نتخلى عنها، وهي ستكون العمود الفقري في عملنا السياسي. ماذا قالوا لك من عائلة غبيش عندما زرت أرضهم وأنت عضو كنيسة؟ هم ما زالوا، أنا كنت معهم، كنت مع بينهم قبل أن أكون عضو كنيسة، وبالفعل هم ما زالوا مصرين ومصممين أن الأرض لهم وهذا حقهم الشرعي، وسيكون بالأرض حتى لو كلف ذلك أرواحهم. يعني فيش عندهم إخوة اسمها أملاك الدولة هن دار غبيش؟ لا طبعا لا، هن هذا مصطلح بالمرة غير وارد في قاموسهم الوجودي أبدا بالمرة. كلمة أخيرة إذا كنت بتوجهها. كلمة أخيرة، يجب يوم الأرض، يجب أن نستمر للشباب، للجيل الصاعد، أن يعرف ما مدى التمسك بالأرض، ما مدى أهمية النضال، ما مدى أهمية اليوم التاريخي اليوم الأرض. ولذلك أتوجه للجميع أن فقط العمل النضالي الدؤوب المتواصل ومواجهة المخارز كما تعودنا كناس مناضلين الحزب الشيوعي أن يحدوا هذه الخطوات، وفقط بالنضال السياسي المتواصل يمكن أن نبقى هنا وأن نسترجع. عضو كنيسة الدكتور عبد الله معروف، شكرا جزيلا.